بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم مع المحاضرة الخامسة من محاضرات مادة بحوث العمليات بريشر ريسيرش. احنا في هذه المحاضرة أو في هذا الجزء الأول من المحاضرة الخامسة هنتناول موضوع مهم جدا لكل مهندس بيعمل في مجال الصناعة. هذا الموضوع ايه هو؟ متى يتم أو يتم اتخاذ القرار بتغيير ماكينة، بتغيير عمالة معينة؟ الموضوع دوت ممكن يتم نتيجة ان حصل في انخفاض في كفاءة هذه الماكينة، انخفاض في كفاءة عمالة معينة. طبعا ده حاجة بتساعد متخذ القرار في هذا المصنع على ان ياخذ القرار السليم، ان انا اقدر امتى استخدم يوزد اكويبمنت، ماكينه مستعمله او مستخدمه، بنيو اكويبمنت، ماكينه جديده. عمليه الريبليسمنت دي، عمليه التغيير او الاستبدال، بتعتبر ضروريه مع بعض المعدات مثلا اللي حصلها ديتيريوريتنج، انحلال او هبوط جامد في الكفاءه بتاعتها. ممكن ده نتيجة مثلا حدوث كسر، حدوث عطل كبير معين، فطبعا ده بيخلي الكفاءة بتاعتها بتهبط بدرجة، بدرجة دي ممكن تكون مؤثرة على الإنتاج، ولازم يتخذ قرار إحنا نقدر نغيرها ولا نقدر مثلا نصلحها، والتكاليف هتكون إزاي. طبعا كمان العطل ده او الانخفاض اللي في الكفاءة ممكن يكون جرادوال، يكون يعني نازل ايه اللي هو ايه على التوالي، يعني كل سنة الكفاءة بتهبط بدرجة معينة، او ممكن يكون الانخفاض صادم، انخفاض مفاجئ. طيب في ريزون بتبقى على ذهن متخذ القرار ان انا امتى افكر ان انا اغير الماكينه. قال لك ان انا مثلا لو عندي اولد ايتم او اولد اكويبمنت، ان انا عندي معدات قديمه بتعمل بصوره سيئه، ماشي، او ان هي بتتطلب ايه، تكاليف صيانه مرتفعه، اكسبنسيف مينتنانس. دي اول حاجه، يبقى ماكينات قديمه او معدات قديمه بتعمل بصوره سيئه او ان هي بتتطلب تكاليف صيانه مرتفعه. تاني حاجه ان الاولد ايتم دي، المعدات القديمه دي فشلت او بتفشل في اداء عملها نتيجه مثلا حادثه حصلت لها، نتيجه عطل كبير حصل لها، فطبعا ده بيخلي ادائها او كفاءتها في الانتاج بتبقى منخفضه. ان انا في ماكينات عندي قديمه شغاله كويس وبتعمل لها صيانه في موعدها ومفيش فيها مشكله، ولكن في معدات جديده ظهرت في السوق، موجوده في الماركت، وبتؤدي بكفاءه اعلى، بتؤدي ان هي بتديني مثلا انا بنتج 10,000 قطعه مثلا من منتج معين نتيجه مع الماكينات القديمه، لا دلوقتي مثلا بقى بتنتج 100,000 قطعه في نفس المده، فطبعا ده بيخلي المصنع يقدر يتوسع ويزود من انتاجه. فمش لازم يكون ان برضو ان في عطل، لا ده نتيجه ان هي بقت حاجه اسمها اوبسوليت. اوبسوليت ده ان الماكينه او المعده دي اصبح التكنولوجيا بتاعتها قديمه، فالانتاجيه بتاعتها اصبحت ضعيفه. الاوبسوليت ديت او المعدات القديمه ممكن تظهر في ايه، في مجال الطب بخاصه، ان انا في مثلا اجهزه اشعه، اجهزه الاشعه اللي هي مثلا زي السونار، تلاقي السونار اللي هو القديم غير مثلا السونار اللي هو ثلاثي ورباعي الابعاد، فطبعا لما تروح لدكتور وطبيب بيكون بيستخدم الاجهزه السونار القديمه، تلاقي الجهاز حتى عنده عتيق، ما بيدلوش صوره اوضح وقدره على التشخيص زي اللي بيستخدم اجهزه السونار. حس ده حاجه على سبيل المثال، الاجهزه اللي بتقوم بالتحاليل الطبيه، فالاجهزه اللي بتقوم بالتحاليل الطبيه زمان غير الاجهزه اللي بتقوم بالتحاليل الطبيه، ان هي بتقدر تنتج كم كبير من التحاليل
في وقت قصير، فطبعا ده يقدر يستوعب الزيادة في عدد المرضى والوقت القصير المطلوب للتحليل وهكذا. فمش لازم يكون المعدة حصل لها عطل، لا ده ممكن يكون في معدات بتكنولوجيا جديدة ظهرت، فطبعا ده مع تطور الصناعة وزيادة حجم الطلب على المنتجات بيكون ده برضو حاجة بالنسبة لمتخذ القرار عايز يقدر ياخد القرار أقدر أستبدل دلوقتي ولا لا. فشل المعدة في أداء مهامها بكفاءة ممكن نقسمه لنوعين. الفشل ده يجي جراديوال زي ما قلنا كده، اللي هو فشل اللي هو بيأتي عام بعد عام أو فترة بعد فترة، مش فشل مفاجئ. النوع الثاني اللي هو فشل مفاجئ السادن فيلير، تمام. الجرادوال فيلير ده اللي هو ايه، بيقول لك الفيلير اللي بيحصل بروجريسيف ان نيتشر، بطبيعته بيكون تقادمي. يعني ايه؟ ان انا اللايف بتاعت الايتم بتزيد، مدة استخدامها بتزيد، فانا مع كل سنة هي بتشتغل فيها بيبتدي يحصل فيها الفيلير اللي هو الايه، العيوب تبتدي تظهر معاها، وده عامة حاجة طبيعية. ان انا مثلا اشتريت عربية، العربية تلاقي وهي لسه جديدة الموتور بتاعها بيبقى لسه بحالته، الكفاءة بتاعته عالية، بعد سنين من الاستخدام الاقي العربية دي بدل ما كانت بتستهلك لتر كل ما بتقطع 10 كيلو، الاقي لا بتستهلك لتر مثلا و200 ملي كل ما بتقطع 10 كيلو، يعني انت بتستهلك بنزين ازيد في نفس المسافة، وهي جديدة كانت بتستهلك بنزين اقل، انما كل ما بتتقادم الموتور بيقدم فبيبتدي ايه يستهلك بنزين ازيد عشان يقطع على نفس المسافة. ده حاجة على سبيل المثال. فالجرادوال فيلير اللي هو الفيلير او العيب او الفشل اللي هو مش مفاجئ، اللي هو لا بيجي على مراحل، ده بيجي نتيجة ايه، مدة استخدام المعدة بتبتدي ايه حياتها بتبتدي تزيد. طب هذا الجرادوال فيلير ايه اللي هينتج عنه؟ هينتج عنه ان انا تكاليف الصيانه والتشغيل هتزيد، يبقى انكريز ان رانينج اللي هي المينتنانس والاوبريتنج كوست. رانينج كوست اللي هي تكاليف التشغيل، والمينتنانس كوست اللي هي تكاليف الايه؟ الصيانه، تمام؟ الرانينج كوست دي عموما بتشمل حاجتين، المينتنانس والاوبريتنج، خلي بالنا من النقطه دي، ماشي؟ تاني حاجه ديكريز ان برودكتيفيتي، ان انا زي ما قلت كده الموتور بتاع العربية كان وهو لسه جديد بيعمل لي في اللتر 10 كيلو، العربية تقدر تمشي 10 كيلو بلتر واحد، بينما لما عمره تقادم عمره زاد في الاستخدام بدأ بياخد اكتر من لتر في ال10 كيلو. فطبعا برضو بالنسبة للماكينة، الماكينة بدل ما بتنتج مثلا 10,000 قطعة، لا مع زيادة عمرها في الاستخدام مش هتنتج لي ال10,000 قطعة، وممكن ما تنتجها ليش بنفس الجودة. الحاجة التانية بيحدث بقى انخفاض في الريسيل او حاجة اسمها السلافج فاليو، يعني انا وانا لسه شاري العربية بتاعتي وخارج بيها من المعرض، انا مشتريها مثلا دلوقتي بنص مليون، بعد سنة ممكن ابيعها ب 400 الف، بعد سنتين هبيعها ب 300 الف، بعد 3 سنين هبيعها مثلا ب 200 الف على سبيل المثال. فده اللي هو ايه، اللي هو انخفاض تكلفة او الكوست بتاعت اعادة البيع، ان القيمة بتاعتها ايه بتنزل مع ايه الاستخدام. كل دي اللي هي الحاجات اللي بتنتج عن ايه، عن الجرادوال فيلير. طيب النوع الثاني اللي هو السادن فيلير. السادن فيلير معلش هنحتاج فيه تركيز ازيد شوية. السادن فيلير ده انا مثلا بتلاقي شركة تقول لك ان الكاوتش ده صلاحيته للاستخدام 20,000 كيلو، كاوتش عربية 20,000 كيلو، وجد ان انا في خلال ال20,000 كيلو دول بعد 10,000 كيلو لقيت الكاوتش ابتدت تحصل فيه مشاكل، واروح للراجل اللي هو بيصلح الكاوتش يقول لي لا معلش احنا محتاجين نبدل الكاوتش، لان ممكن الكاوتش ده في مره وانت سايق يحصل له اللي هو يقول ايه انهيار كامل وممكن تعمل حادثه. الكاوتش ده انا مشتريه على نعمل 20,000 كيلو،
لا ده لقيته بعد 10,000 كيلو يقول لك ايه، لا ده لازم يتغير. فده صدم فيلير اللي هنا ايه، يقول لك ان الفيلير ده الفشل ده بيحدث في الايتم، في الحاجه اللي انت بتستخدمها دي، بعد مده من الديزايرد سيرفيس، ماشي، مش ان انا الفتره بتاعتها مش محدده، لا ده انا الحاجه دي انا جايبها وعارف ان مده استخدامها فتره معينه. انا هنا في الجرادوال فيلير انا مشتري مخرطه، المخرطه دي ملهاش عمر، ماشي، لا المخرطه دي شغاله طالما بعمل لها صيانه مفيش فيها مشكله. خلي بالنا من النقطتين دول، المخرطه ما عندهاش عمر، لا طول ما انت بتعمل لها صيانه هي شغاله معاك، بس مع الايام هيبتدي يحصل لها ايه، فيلير، يبتدي يحصل فيه ايه، انخفاض في كفاءتها، خلاص. انما في السادن فيلير لا، دي حاجه انا مشتريها وعارف انها لمده استخدام. زي ايه؟ زي لمبات الاضاءه، تلاقي مثلا لمبات الاضاءه دي مثلا شركه زي الشركات اللي هي المعروفه عندنا في مصر دلوقتي تقول لك صلاحيه اللمبه دي 5,000 ساعه، او تقول لك 50,000 ساعه، وتلاقي اللمبه دي بعد مثلا مده استخدام 10,000 ساعه مثلا، اللمبه دي خلاص انت محتاج انك تغيرها، اللمبه دي ما بتشتغلش، اوكي. ده اللي بنسميه ايه، السادن فيلير. يبقى في السادن فيلير انا في مده استخدام للمعده، ماشي، مده الاستخدام للمعده دي اجد الاقي بعد فتره مره واحده المعده دي فشلت في اداء ايه، مهمتها. انما في الجرادوال فيلير انا ما عنديش عمر استخدام، خلي بالنا من النقطتين دول، فما عنديش عمر استخدام، انما بيحدث ايه، بيحدث ان الفشل بيجي ايه على مراحل، او انخفاض في الكفاءة نتيجة زيادة مدة الايه، الاستخدام، خلاص. طيب قال لك ان السادن فيلير ده ممكن يحدث على 3 اشكال. حاجة اسمها بروجريسيف فيلير، بروجريسيف فيلير ده ان انا مع زيادة عمر استخدام هذا الايتم، هذه المعدة، بلاقي ان السادن فيلر بيحصل، يبقى ده اسمه البروجريسيف فيلر اللي هو الفيلر التقادمي، ان انا كل ما بيزيد في عمر المعدة في استخدامها بيبتدي ايه الفشل، تكون معرضة للفشل، والفشل ده بيكون زي ما قلنا ايه، لمعدة محددة الايه، محددة مدة الاستخدام، خلاص. فقال لك ده ممكن يحدث لللايت بالب زي اللمبات الاضاءه، والتيوبس اللي انا مثلا ايه، التيوبس اللي انا بركبها مثلا في السباكه، يعني احنا مثلا عندنا التيوب اللي هي راكبه في التيوب الجديده اللي هي بتتصنع من مواد بلاستيكيه، طبعا غير المواد اللي هي اللي كانت زمان المواسير الحديد، طبعا مواسير الحديد بيبقى عمرها اكبر، انما احنا بنستخدم مواد بلاستيكيه، مواد بلاستيكيه دي معرضه للشمس، معرضه للعوامل الجويه، فبقى متوقع ان هي لها عمر استخدام ولازم تتغير ايه، تتغير بعدين. طيب ده البروجريسيف فيلير. النوع الثاني اللي هو الريتروجريسيف فيلير، خلي بالنا من نقطه، الريتروجريسيف فيلير ده ايه، بيقول ان probability of failure at the beginning of the item استخدام، ان انا احتمالية فشل اداء هذا الايتم او هذه المعدة في بداية تشغيلها، في بداية في ذا بيجينينج اوف لايف، بتبقى اكتر من احتمالية فشلها مع مرور الوقت. دي نقطة نخلي بالنا منها، فروتوجريسيف ان انا احتمالية فشل المعدة في اداء عملها بيبقى اكبر من ان انا يحدث لها فشل بعد مرور فتره من الوقت، وبيحدث وبيصبح فشلها بعد مرور فتره من الوقت اقل، احتماليه فشلها بعد مرور فتره من الوقت اقل، اللي هو بيكم ليس. وعشان كده بنسمي المعده دي اللي هو ايه، البروتوجريسيف فيلير، اللي هو الفيلير او الفشل التراجعي، يعني ده اسمه الفشل التقدمي، تمام. طب في امثله على الريتروجريسيف فيلير، ان انا عندي مثلا معدات منتجه بتكنولوجيا جديده، وانا المعدات دي الناس لسه ما استوعبتهاش بدرجه كفايه، او العماله ما استوعبتهاش بدرجه كفايه، فممكن الاقي مشاكل في اول حياه تشغيلها او فترات تشغيلها، انما مع الايام العمال ابتدوا يستوعبوا هذه التكنولوجيا، والاقي بعد كده بقى ان الاداء بتاعها بدا ينتظم. النوع الثالث اللي هو الراندوم فيلير،
في الرنا فيلر عملية الفشل المعدة في أداء مهمة ما بتبقاش مرتبطة بالإيدج بتاعها، بالعمر بتاعها، إنما العطل ممكن يحصل بصورة عشوائية. حاجة على سبيل المثال اللي هي الفاكيوم تيوب المستخدمة في أجهزة تنقية الهواء، وجدوا إن فشلها بيحدث بمعدل لا يعتمد على عمر هذه التيوب. ولو احنا شفنا رسمة بتوضح اللي هو البروجريسيف والريتروجريسيف، هلاقي ان انا مع زيادة العمر ادي اللايف، الاقي ان احتمالية فشل اللي هو المعدات اللي هو الصدم فيلير، بلاقي الاحتمالية مع البروجريسيف بتزيد مع زيادة الايه عمر الاستخدام، بينما في الروتوجريسيف اجد ان البروبابيلتي بتاعتها بتقل مع زياده فتره الايه الاستخدام. يبقى خلي بالنا ان انا مع البروجريسيف احتماليه فشل المعده في اداء مهمتها بتزيد احتماليه الفشل مع زياده عمر الاستخدام، بينما في الروتوجريسيف الاقي احتماليه فشل المعده بيقل مع زياده عمر الاستخدام. في بعض المصطلحات يجب ان المهندس يكون اوير بيها، على علم بيها، خاصة بعمليات الصيانة وعمر الاستخدام. اول حاجة اللي هو البرشوز كوست اور كابيتال كوست. البرشوز كوست اللي هو تكلفة الشراء، تكلفة شراء المعدة، بيماثلها في المعنى اللي هو حاجة اسمها الكابيتال كوست. الكابيتال كوست دي اللي هي التكاليف اللي انا بيصرفها مثلا ناس في عملية ايه، في عملية انشاء مثلا مشروع معين، في عملية شراء معدات لمشروع معين وخلافه. دي تكاليف ايه، بتبقى تكاليف الشراء، تمام. فالبرشوز دي كوست دي اللي هي تكاليف شراء المعدات، وتكاليف الشراء دي لا تعتمد على عمر الماشين. ماشي ليه؟ لان التكاليف دي بتدفع مرة واحدة at the beginning of the life of the machine، بتدفع اثناء شراء الماكينه بس، خلاص ملهاش دعوه بقى بعمرها بعد كده. ماشي، اللي هو ايه at the time، في بدايه الوقت اللي انا بشتري فيه ايه هذه الماكينه او هذه الايه المعده. وتكاليف شراء المعده او تكاليف الانفستمنت اللي هو تكاليف الاستثمار، المال المستخدم في الاستثمار، ده بيعتبر عامل مهم جدا بيتاخد في الحسبان اثناء اللي هو عمليه ايه حساب وقت الريبليسمنت بالنسبه للمعد. السلافش فاليو او السكراب فاليو او الريزيل فاليو او الديبريشن فاليو، كل دي مصطلحات متقاربه لبعض، اللي هو ايه ان انا مع زياده عمر استخدام الماكينه فبلاجد ان عمليه قيمه بيع اعاده بيع المعده بتبتدي تقل مع ايه مع زياده عمر استخدامها، ومع زياده اللي هو كفاءه الاستخدام بتاعتها بتبتدي تقل. يبقى انا السلافش فاليو والسكراب والريسيل والديبريشن دي حاجه متعلقه بعمر الماكينه، ان كل ما عمر الماكينه بيزيد الثمن اللي انا ممكن يجنيه صاحب المعده لو حب يعيد بيعها، لو حب يبيعها، هيجد ان ثمنها بيقل نتيجه ايه، ان زياده مده استخدامها وزياده ايه عمرها وانخفاض الكفاءه إيه بتاعتها. طبعا ده موضوع منطقي، زي ما قلنا كده، اللي بيشتري عربيه، اللي بيشتري عربيه وهي خارجه لسه من المعرض يقول لك تكلفتها بتقل. ماشي، فانا كل ما طبعا بستخدم العربيه، كل ما بستخدم العربية التكلفة بتاعتها أو تمن إعادة بيعها بيقل. أنا شاريها بمليون مثلا، إن أنا لو ببيعها بعد سنة هلاقي تمنها مثلا وصل ل 800 ألف أو 700 ألف. ليه؟ لأن كفاءتها ما مش طبعا مش هتصبح زي ما كفاءتها وهي لسه خارجة من المعرض. وخاصة إن أنا مثلا لو بيجيب الشخص اللي بيشتري بيجيب مثلا ناس متخصصين ويقيسوا كفاءة الموتور، تلاقي يقول لك ناخدها عند مركز صيانة نشوف كفاءة الموتور قد إيه، الحرق بتاعه عامل إزاي، استهلاكها للبنزين وحاجات أمور أخرى. فعملية السكراب فاليو دي حاجة طبعا معروفة، أو سلافش فاليو أو ريسيل فاليو دي حاجة منطقية، إن كل ما بيزيد عمر استخدام المعدة كل ما تكافئتها هتقل، وكل ما التمن بتاع إعادة بيعها بالتالي هيقل.
طبعا النقطة دي بتعتمد على ايه؟ على ظروف التشغيل بتاعة الماشين. يعني انا مثلا زي ما قلنا كده، برضو نرجع للموضوع اللي عنده عربية، يقول لك في بعض العربيات كده اللي هي مثلا زي العربيات اللي شغالة مع السواقين اللي هم بتوع سواقين الأجرة. طبعا العربية دي اللي بتشتغل مثلا 3 ورادي في اليوم، غير العربية الملاكي اللي هي بتاعت واحد بيعمل مشوار مثلا بالعربية كل 2 3 يومين، واحد بيمشي على طرق أسفلت، واحد بيمشي على طرق ترابية، واحد بيمشي دايما في في الزحمة، غير واحد بيمشي على الهاي واي. دي برضو حاجة، يعني يقول لك ان انت لو بتمشي في مناطق مزدحمة فانت بتهلك زيت كتير، لان العربية بتسخن كتير نتيجة الاشارات الكتيرة وخلافه، وكل شوية عمال تدوس فرامل، فامور كتيرة بتحكم على ظروف تشغيل مثلا العربية. فتلاقي العربية غير اللي صاحبها بياخدها على الهاي واي على الطرق السريعة، العربية بتاخد راحتها ما بتسخنش، وده بيساعد على زيادة كفاءة الايه العربية. فطبعا عملية السكراب فاليو بتبقى متعلقة بالوقت، نخلي بالنا من النقطة دي، مدة الاستخدام، وبتتعلق كمان بظروف تشغيل الايه المعدة. تمام. التكلفة الثالثة اللي هي الرننج كوست. ماشي، الرننج كوست دي بتشمل ايه؟ بتشمل تكاليف الصيانة، تكاليف الريبير الاصلاح، تكاليف التشغيل. قال لك ان انت عملية تكاليف الرننج كوست بتبقى فانكشن دالة في عمر الماكينة، ان كل ما عمر الماكينة بيزيد مع استخدامها، مش ان المعدة بقى عمرها بيزيد وانا راكنها ما بشغلهاش، لا، انا عمر ماكينة انا عندي بيزيد وفي نفس الوقت بكون بستخدمها. فقال لك كل ما هستخدمها وكل ما عمرها هيزيد هيبتدي يحصل بقى وير، يحصل تآكل، يحصل بري، يحصل تمزق، يحصل فشل لبعض الكومبوننت الخاصة بالمعدة. يعني مثلا زي العربية تلاقي برضو ايه فيها السيور، مثلا السيور دي مع كل 5 سنين مثلا لازم السيور تتغير، الخراطيم اللي هي مثلا بتاعت دورة الوقود ودورة المية وكده، برضو عشان هي متصنعة من مواد مطاطية مثلا، ومع زيادة درجة الحرارة والظروف الجوية لازم تتغير. فمع تقدم العمر ومع الاستخدام تلاقي ان انت لازم تغير بعض الاجزاء، كل ده بيزود من التكلفة. برضو على سبيل المثال، ان انا قلت ان انا لازم ان تكون المعدة بتستخدم، ده في بعض المكونات مثلا في العربية، لو العربية واقفة تلاقي مثلا الكاوتشات والجلود وكل حاجة والسيور لازم، حتى لو العربية واقفة لازم تغيرها. فتكاليف الصيانة والإصلاح والتشغيل بتزيد مع زيادة عمر الماكينة ومع زيادة استخدامها. في تكاليف هتزيد مع زيادة عمرها زي ما قلنا كده، اللي هي تكاليف الحاجات زي الكاوتشات والجلود والكلام ده كله، ان هي لها مدة صلاحية حتى بدون تشغيل. ليه؟ لان الظروف الجوية بتأثر عليها. وفي حاجة كومبوننت مع الاستخدام تبتدي برضو لازم تتغير، لان هي بيحصل لها ايه زي ما قلنا بري وتمزق وخلافه. تمام. فكل دي اسمها الرننج ايه الرننج كوست. الكلام اللي شرحناه دلوقتي هنحاول نوضحه ببعض الأمثلة. هنبتدي بأمثلة يعني أسهل أبسط، وإن شاء الله مع كل ما بنزود في عدد الأمثلة هتبتدي تزداد الأفكار الجديدة في كل مثال. فبيقول لك في المثال الأول، هنعتبر إن في ماكينة، الماكينة دي عايزين نعملها ريبليسمنت، تكلفة شرائها 12200 جنيه. ماشي، والسكراب فاليو بتاعها هيبقى 200 جنيه. يعني ايه؟ ان انا لو جيت ابيعها هنقص منها 200 جنيه، بس دي ابسط حاجة. المفروض ان انا زي ما قلنا كده ان انا كل سنة تكلفة بيعها اعادة بيعها هتقل، لا، احنا هنفترض ان تكلفة اعادة بيعها هي 200 جنيه بس، يعني هتنقص قصدي 200 جنيه بس. ماشي، الرننج كوست اللي هي بتشمل المينتنانس الصيانه والاوبريتنج معبر عنها بالجنيهات كما في الجدول دوت. ان انا الرننج كوست في العام الاول هتكلفني 200 جنيه، في العام الثاني هتكلفني 500، وهكذا لغايه العام الايه الثامن. نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا، انا الكلام ده امتى؟ مش بحسبه في العام الثامن،
لا ده انا بحسبه في العام وانا لسه بشتريها، ان انا عامل حسابي ان انا تكلفة الرننج كوست هتبقى 200 جنيه، وبعد سنتين هتبقى 500، عشان ابتدي اقول اعمل حسابي انا هغير الماكينة دي امتى. خلي بالنا من النقطة دي، ان انا مش ماكينة وحصل عطل، لا ده ماكينة انا هبتدي اعمل لها صيانة واحسب تكاليف تشغيلها وتكاليف قطع الغيار، تمام، واقول ان انا بعد كام سنة عامل حسابي ان انا اشتري ماكينة جديدة مكان الماكينة دي. خلاص ده بيحدث ايه في الدول الصناعية اللي هي عندها كل الامور منتظمة، ان انا عامل حسابه ان هو بيشتري الماكينة النهاردة وعامل حسابه هيغيرها امتى بناء على حسابات، تمام. دي برضو احد الايه الاساليب المتبعة في التغيير، ان مش لازم يكون حصل عطل، لا ده انا بعمل حسابي كده بناء على جدول زي كده، اقول هبتدي اغير الماكينة، انسب وقت لتغيير الماكينة امتى. فبيقول لي وين شود ذا ماشين از بيلت، اقدر اغيرها. طيب الكابيتال كوست او تكلفه الشراء بتاعت الماكينه اللي هي سي بتتكلف 12200 جنيه، الرننج كوست زي ما احنا قلنا موضحه في التابل، وعند السكراب فاليو ان انا الماكينه هتنقص 200 جنيه بس. طب عشان احدد بقى الاوبتيمال تايم اقدر اغير امتى، بنعمل هذا الجدول. هذا الجدول اللي هو الير اوف سيرفيس، انا عندي ايه، عندي 8 سنين اعمل حسابي ان الماكينه دي هتشتغل معايا 8 سنين. خلاص الرننج كوست زي ما قلنا كده في البدايه من الجدول ده 200، وتبتدي تزيد تبقى 500 800 لغايه ما توصل ل 4000 بعد 8 سنين. خلاص الريسيل فاليو اللي هي ال 200 جنيه، ان انا الماكينه دي هتنقص 200 جنيه مش هتزيد، انا بفترض عشان المساله دي بتعتبر ابسط ان الريسيل فاليو مش هتزيد، ماشي، يعني العربيه مش هتن الماكينه دي مش هتنقص الا 200 جنيه بس في مدة الثمان سنين. طبعا دي حاجة مش منطقية بس احنا بنفترض كده. خلاص طيب اللي تشينج ريسيل فاليو، انا عندي ثمن الماكينة دي 12200، انقص منها بقى الانخفاض اللي هيحصل عند البيع اللي هو ال 200 جنيه هتبقى ايه 12000 جنيه، وتفضل معايا ثابتة. ليه؟ لان هي 200 جنيه بس هتنقصها، يعني انا وانا مشتريها دلوقتي بعد سنة لما اجي ابيعها هبيعها ب 12000 جنيه، لما اجي ابيعها بعد 8 سنين هبيعها برضو ب 12000 جنيه. طبعا زي ما قلت دي حاجة تبسيط عشان ايه حل هذه المسألة، انما طبعا ده شيء مش هيبقى منطقي. طيب بعمل بعد كده ايه الكوميوليتيف رانينج كوست. ايه الكوميوليتيف؟ اللي هو الرانينج كوست التراكمية. طب التراكمية دي بتحصل ازاي؟ اول سنة ادي الرانينج كوست 200، هكتبها هنا 200. طيب التكاليف الصيانة بعد سنتين شيء منطقي، يبقى ال 200 زائد 500 هتبقى 700، يبقى الخانة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جمع ده زائد ده. طب الخانة دي عبارة عن ايه؟ بعد 3 سنين هتبقى ال 200 زائد 500 700 زائد ال 800 هتبقى 1500. يبقى التراكمي انا في الرننج كوست او اي تراكمي ان انا بجمع السنين السابقة زائد السنة اللي انا بحسب فيها على بعض. طيب اللي بعديها 2700، 2700 دي جت منين؟ 200 زائد 500 700 زائد 800 يبقى 1500 زائد 1200 على 1500 هيبقى 2700، وهكذا ابتدي احسب اللي هو الايه الكوميوليتيف رانينج كوست. طيب احسب بعد كده التوتال كوست اللي انا كلفته لي هذه الماكينه. ايه هي التوتال كوست؟ تكاليف الشراء بتاعها زائد تكاليف اللي هو الرانينج كوست، ده شيء منطقي. فالتوتال كوست اللي هو بيقولوا البند رقم 6 اللي هو عباره عن ايه؟ عن جمع اللي هو الكوميوليتيف رانينج كوست زائد اللي هو ايه؟ اللي تشينج في الريسيل فاليو. خلاص؟ فهقول بقى الكوميوليتيف ال 200 زائد ال 12000 هتبقى ايه؟ هتبقى 12200. ال 700 زائد ال 12000 هيبقى 12700. ال 12000 اللي تشينج ريسيل فاليو زائد ال 1500 هتبقى 13500، وهكذا. يبقى العمود ده عباره عن ايه؟ عباره عن جمع العمود 4، نقول ده 4 زائد ايه؟ زائد 5. خلاص؟ وهكذا. طيب بعد كده بقى عايز احسب متوسط التكلفه، بقسم العمود رقم 6 ده على عمر الاستخدام اللي هو رقم 1.
فاول 12200 على واحد هتدي 12000، 12700 على 2 هتديني 6350، 13500 على 3 هتديني 4500، 14700 على الأربعة هتديني 3675، 16500 على الخمسة هتديني 3300، 19000 على 6 هتديني 3167، 22200 على 7 هتديني 3171، 26200 على 8 هتديني 3275. ابتدي بقى اقول السنة المناسبة جدا للريبليسمنت، انا ابتدي من هنا الاقي التكلفة عمالة تقل 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 تقل، اللي هي الافريج كوست، ماشي، لغاية ما قلت على الرقم. اول ما يبتدي يزيد الرقم اقول هو ده الاوبتيمال، ايه الاوبتيمال تايم، الزمن المناسب لعملية الايه ريبليسمنت. يبقى انا طول ما الافريج كوست بتقل ابتدي ايه، ابتدي استمر، انا اقدر استخدم المعدة كمان. انما وصلت لسنة معينة او لتوقيت معين وهتبتدي بعديه تزيد، او لا ده الاوبتيمال ايه تايم لعملية الايه التغيير. الحاجة التانية ان انا عشان اقول انا شغلي ماشي صح، الاقي ان التكلفة في العام ده اللي انا بقول عليه التغيير اقل من تكلفة الرننج كوست في العام اللي بعديه. يعني ده 3167، هنا الاقي التكلفة ابتدت تبقى ايه 3200، يبقى كده اعرف ان انا شغلي ايه شغلي مظبوط، وان ده هذا العام الايه المناسب. بينما لما اجد هنا التكلفة ده اجد ان ال 3300 هنا 2500، لا ده الافريج كوست اعلى من ده، ماشي، انما اجد عندي ده الاقي التكلفة بتاعته ايه اقل من هذا الايه من هذا الرقم. خلي بالك من النقطة، يبقى انا العام المناسب للتغيير هيكون عند العام السادس اقدر اعمل ايه ريبليسمنت. تمام، ده اول مثال. المثال الثاني وهنا ان انا بقول لي في ماكينه معينه بيتم التفكير في عمليه تغييرها، الكوست برايس او الكابيتال كوست بتاعتها 12200 برضه، ماشي، السكراب بتاعها 200 جنيه، ماشي، التكاليف الصيانه زي ما هي موضحه في الجدول، ماشي، 22500 زي ما انا شايف كده العام الثاني. طيب هنعمل الجدول، بيقول لي حدد لي امتى اقدر اغير هذه الماكينه، فنعمل الجدول اللي احنا شفناه قبل كده. انا بقول ادي الاعوام لغايه العام الثامن زي ما في الجدول بتاع الصيانه، وادي المينتنانس كوست، ده العمود رقم 2 اللي انا جايب من ايه من هنا، ادي ال 220، ادي ال 500، ادي ال 800 وهكذا. فبعمل بعد كده الكوميوليتيف مينتنانس، بقول ايه ادي ال 220 اهي بنزلها اهي في العام الاول. بعد كده خلي بالنا ده الرقم ملوش دعوه بالاعوام اللي هو الصف ده، ماشي، فانا اول عام عندي العام دهوت ادي 220. طب بعد كده اللي هو الكوميوليتيف التراكميه، الصيانه التراكميه او تكاليف التشغيل، ال 220 زائد ال 500 هتبقى 720. العام الثالث التكلفه دي هتبقى عباره ايه عن جمعيات دول على بعض، خلاص، طب دوت هيبقى جمع دول الاربعه دول على بعض، دوت هيبقى جمع الخمسه دول على بعض، دوت هيبقى جمع السته دول على بعض وهكذا، خلاص. طيب الكابيتال كوست بتاعتي كام؟ 12200. السكراب بتاعي كام؟ 200، خلاص، لان انا هتنقص 200 جنيه بس في الثمان سنين، اوكي؟ طيب التوتال كوست هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن اربعه، ماشي؟ نشيل منه خمسه، ده اللي حصل هنا في الجدول ده. العمود رقم سته اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن العمود ناقص الخلايا القيم اللي موجوده في العمود ناقص اربعه، ناقص القيم اللي موجوده في العمود ناقص رقم خمسه، زائد القيم بتاعت العمود اللي موجود رقم 3. ده شيء منطقي ان انا التكلفه، ماشي، تكلفه الشراء اشيل منها تكلفه السكراب، تكلفه اعاده البيع، النقص اللي هتنقصه قيمه المعده لو انا عايز ابيعها، زائد تكاليف التشغيل والصيانه وخلافه. فانا طبعا انا عندي انا مشتريها ب 12200، خلاص، اما اشيل منها 200 هتبقى 12000،
واحط عليها ال 220 اللي هو رقم 3 هتبقى 12220. ده اللي احنا شفناه في المثال الاول، بس ما كانتش ايه هذه الخانه ظهر. نشوفها كده اللي هي كانت على هيئه هذا العمود اللي هو الرسيل، ان انا التكلفه بتاعت شرائها كانت 12200، نقصت منها ال 200 اللي هي الريسيل فاليو فبقت 12000. تمام. طيب انا بفضل ايه؟ انا بفضل لما نيجي نحل بهذا الجدول بهذه الرسم. بس انا ايه جبت يعني طريقتين في 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 رسم الجدول، عشان لو البعض مثلا بيدور على النت وشاف كده يبقى برضو ايه الاختيارات كلها موجوده، انما انا بفضل استخدام هذا الجدول بهذه الايه بهذه التسطيره. خلاص. طيب يبقى انا التوتال كوست هتبقى عباره عن ايه اللي هي العمود رقم 6، هيبقى عباره عن العمود الخلايا القيم الموجوده في العمود ناقص عمود 4، نشيل منه القيم الموجوده في العمود 5 ونضيفه للقيم الموجوده في العمود رقم ايه 3. خلاص. طيب بعد ما حسبنا كده نبتدي زي ما عملنا في الجدول السابق المساله السابقه، نقسم بقى القيم الموجوده في التوتال كوست على ايه سنوات الايه التشغيل بتاعه المعد، ونبتدي بقى نشوف القيم عماله تنزل 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 معايا لغايه ما هتبتدي تعلى، اروح متوقف عند القيمه اقل قيمه انا وصلت لها واعتبر دي اللي هي سنه الايه التغيير. عشان كده بقول لك ان عمليه استبدال الماكينه هتتم في العام السادس، وانا في هذه الحاله هكون ايه انا حصلت على اللي هو اقل تكلفه ايه تشغيل وصيانه. عذرا ان انا هنهي هذه الحلقه بهذا المثال، لان انا في حاجه متغيره عن المسائل السابقه لازم برضو نكون على علم بيها. بيقول لي مثلا تكاليف الصيانه والتشغيل وكده زي ما هو موضحها بالجدول لماكينه انا مشتريها ب 7000 جنيه، يبقى انا الكابيتال كوست بتاعتي 7000 جنيه. طيب الجدول بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان تكاليف الصيانه او تكاليف التشغيل في العام الاول 900 بتبتدي تزيد. ده منطقي، الجدول ده على فكره بيعتبر من الجداول اللي فيها منطقيه. خلاص. تكاليف اعاده البيع، انا مشتريها ب 7000 ماشي، الاقيها بعد سنه بقت ب 4000، منطقي. بعد سنتين ب 2000، بعد 3 سنين ب 1200، لغايه اما الاقي الماكينه بعد 8 سنين ان انا مشتريها ب 7000 هيصبح ثمنها 400. فعشان كده الجدول ده انا بعتبره اكثر الايه الجداول منطقيه، المساله دي فيها منطقيه في الاستخدام، غير المسالين السابقين اللي هو اعاده البيع ثابته. تمام. يبقى احنا نركز معانا برضو ايه في المساله دي لان فيها ايه منطقيه في الاستخدام. طيب هنبتدي نعمل الجدول. هنقول ادي الاعوام بتاعتي على عدد 8 سنين، وتكاليف الصيانه باديه ب 900 اهي، بعد كده 1200، ومنتهيه بال 5900 اهي. تمام. يبقى الجدول الصف ده اتحول لهذا العمود. اوكي. طيب اجي اعمل بعد كده كوميوليتف جدول رقم 3، ادي العام الاولاني اهو، ادي 900 بقت 900، مفيش حاجه قبليه. طب العام الثاني اللي هو دوت ال 2100 جت نتيجه ايه؟ زي اضافه ال 900 على 1200 بقت 2100. طيب ال 3700 بقت اضافه الثلاثه دول على بعض وخلافه زي ما قلنا ايه في المثالين السابقين. طيب اعاده البيع اللي قلنا فيها منطقيه، ادي اعاده البيع جبته هذا الصف حطيته هنا. جميل جدا هذا المثال. طيب الكابيتال كوست بتاعتي كام؟ الكابيتال كوست اللي هي التكلفه دي ثابته ماشي، ادي 700 7000 قصدي. خلاص. طيب السكراب كوست بقى اللي هو هتبقى عباره عن ايه؟ ان انا لو هبيعها ان انا نزل خسرت قد ايه؟ ادي تمنها الجدول العمود رقم 6 عباره عن ايه؟ عباره عن الكابيتال كوست العمود رقم 5 ناقص العمود رقم 4. ادي الكابيتال كوست بتاعتي ب 7000، ولو هبيعها هبيعها ب 4000، يبقى انا خسرت قد ايه؟ 3000. هنا ده ب 7000 ماشي، وهبيعها بعد سنتين ب 2000، يبقى انا خسرت كام؟ خسرت 5000. هبيعها بعد 3 سنين ب 1200 وهي 8700، يبقى انا خسرت 5800. يبقى العمود رقم 6 عباره عن ايه؟ عباره عن العمود 5 ناقص العمود رقم 4. نركز مع هذه المساله. طب العمود رقم 7 اللي هو التوتال كوست انا اتكلفت قد ايه؟ يبقى العمود رقم 5 ناقص العمود رقم 4 اللي هو 6 ماشي، يبقى انا الاثنين دول ممكن اشيلهم واحط 6، يبقى 6 زائد 3
خلاص 6 زائد 3 يبقى دي 6 3000 ودي 3 900 يبقى 3900. خلي بالنا كده ان دي زائد دي اللي ممكن اشيلهم واروح حاطط رقم ايه 6 يبقى 6 زائد 3 خلاص. طيب نرجعها تاني عشان نوضحها، يبقى 3000 زائد 900 3900، 5000 زائد 2100 هتبقى 7100، 5800 زائد 3700 اديني 9500، 6400 زائد 5800 12200 وهكذا. بعد كده بقى زي ما عملنا في المثالين السابقين بنقسم الجدول العمود رقم 8 هيبقى عباره عن العمود رقم 7 على العمود رقم ايه 1 ماشي. ف 3900 على الواحد 3900، 7100 على 2 3550 وهكذا بالنسبه لباقي الجدول. واجد بقى ان ايه ان القيم الافريج كوست الافريج انوال كوست هتبتدي تقل تقل لغايه ما تفصل 3020. اول ما تبتدي تزيد اروح متوقف عند ايه عند هذا العام. واجد عند هذا العام ايه ان انا الافريج انوال كوست 3020 اقل من المينتنانس كوست بتاعت العام التالي خلاص. دي هنا 3020 وهنا 3700، بينما العام اللي قبليها عامل 3050 وجد ان العام اللي بعديه 2800، يعني الافريج كوست هنا اكبر من العام اللي بعديه بينما هنا الافريج كوست اقل من العام اللي ايه اللي بعديه. ده بيثبت ان الحل بتاعي صح، واقدر اقول ساعتها ان انا عند العام اللي هو العام الخامس اقدر اعمل عمليه الايه عمليه الايه الريبليسمنت. تمام، انا كده بكون وصلت لنهايه هذا الجزء من هذه المحاضره. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.